مشاهدينا اهلا بحضراتكم. كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبيه بنسبه 173% علشان تصل 18.6 طن مقارنه ب 6.8 طن خلال نفس الفتره من العام الماضي، بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبيه خلال النصف الاول من العام بنسبه 8% علشان تصل ل 14.8 طن مقارنه ب 16.1 طن في النصف الاول عام 2022. الارقام دي بتكشف عن تغير ثقافه المستهلك المصري نحو شراء الذهب الخام، لكن لتفاصيل اكثر عن هذه المعلومات من اهل الخبره بينضم لنا هاتفيا الاستاذ سامح عبد الحكيم عضو شعبه الذهب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. سامح بيه، بداية كده ازاي شفت تقرير مجلس الذهب العالمي عن مشتريات المصريين من الذهب السنة دي مقارنة بالسنة اللي فاتت؟ يعني زيادة في مشتريات الطلب على السبائك وتراجع في الطلب على المشغول. صراحة شفت ممثل للواقع تماما اللي حصل السنة دي. احنا كان وصل عندنا في شهور ثلاثة وأربعة. الو اتفضل يا فندم. سامح حضرتك اتفضل. في شهور ثلاثة وأربعة وخمسة تقريبا كان وصل عندنا الطلب على السبائك 70%، بمعنى ان لو بعت 100 جرام 70 جرام منهم سبائك. وده ما حصلش قبل كده خالص عندنا. اول سنه اشهدها اقبال غير مسبوق على السبائك. هنقدر نقول ابتداء من شهر 12 2022 وحتى شهر 5 الموضوع كان فيه مبالغة جدا. مش عايز اقول مبالغة، خوف من المصريين، خوفا من انهيار او قيمة النقد. زي ما احنا عارفين ان موضوع التعويم دايما بيخوف الناس. تمام. فالتعويم تم في شهر 11 مرة. بدأت الناس تحتفظ بالذهب. على فكره مش في مصر بس، عالميا على مستوى البنوك المركزيه التقرير بيقول ان ده حصل. بمعنى تاني التضخم بيخلي الناس تجري على الملاذ الامن الا وهو الذهب. حضرتك شايف ازاي الاتجاه نحو شراء السبائك لدى المصريين؟ طب دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه للاستثمار؟ ايه مميزاتها يا سامح بيه وايه عيوبها؟ اول حاجه عاوزين نقول المنتج ده لما نستثمر فيه ايه مزاياه؟ انت تستطيع ان تحوله الى سيوله نقديه لمده 7 ايام في الاسبوع لمده 12 ساعه كل يوم، وده غير متوفر في اي حاجه. لو حضرتك عندك فلوس في بنك عاوز تاخدها يوم الخميس الساعه 3 هقول لك استنى اليوم الاحد الصبح. بالظبط. صح؟ بالظبط. لو احتجت بالليل اي ظرف طارئ بعد الساعه 3 لمبلغ كبير مش هتقدر تستنى، لازم تستنى لتاني يوم. اما الذهب حضرتك هتقدر، محلات الذهب بتفتح من 11 الصبح ل 12 بالليل كل يوم. حتى يوم الاحد بيفتحوا محلات كتير جدا. فنقدر نقول عليه اكثر سهم تحويله الى نقود في وقت بسيط جدا. تمام. دي اول حاجه. تمام. ثاني حاجه المصريين اخذوا درس قوي جدا. 2016 باعوا الذهب ب 250 و260 لشراء شهادات، ارتفع الذهب ل 600 جنيه. ثم ارتفع ل 800، ثم ل 900 في شهر 11 اللي فات، ثم ل 1200، ثم وصل في 2023 في شهر 3 و4 لمستويات 2800 و2900. فهو المصري ذكي، بيقرا الاحداث ويسجلها ويرجع لقى ان اكتر حد كسب الناس اللي كان عندها ذهب او استثمرت في ذهب. لجأ الناس كلهم، احنا السنه دي اول مره نعمل حاجه اسمها سبيكه 1 جرام. بالظبط. وسبيكه نص جرام وسبيكه ربع جرام. متخيل حضرتك؟ بالظبط. يعني ليه اتعملت؟ بناء على الناس اللي كان بيبقى عندها حاجات بسيطه، معاه 2000 جنيه عاوز يشتري ذهب، عايز ترضي جميع الاسواق. بالظبط. وعاوز يستثمر هو كمان. ما انا فلوسي بتتاكل التضخم على مستوى العالم. مش في مصر بس. فانت عايز جميع الفئات ان هي تشتري وتدخل في قائمه الناس اللي بيشتروا السبائك، فعملت النص جرام والواحد جرام وكل ده موجود. على مستوى العالم لما نقول الانفدرالي وصلت الفائده ل 5.5 في اخر تقرير، يعني ايه الفائده بتاعت الدولار كانت بتبقى 0.25%؟ ف
طب ده بيأثر النهارده في الذهب، لما الفدرالي كان يرفع الفايده 0.25% الذهب كان بينهار ينزل نزول غير طبيعي. النهارده ما بيحصلش. ليه؟ لاني بقى الثقه زايده جدا في المعدن ده. حضرتك شايف لو قلت لي الفدرالي هيرفع 10% الفايده برضه الذهب هيتنيه هو الملازم بالظبط. حضرتك شايف ان الثقافه دي ممكن تكمل مع الناس والناس تفضل تكمل على موضوع شراء السبائك دي، ولا ممكن الثقافه دي تبقى فتره بس مؤقته وبعد كده تتغير يا سامح؟ انا شايف ان الثقافه دي نبته جديده وقويه جدا جدا جدا. بدليل حاجه بسيطه جدا ان احنا كنا متوقعين مع نزول الذهب من مستويات ال 2900 ل 2150 2160 النهارده الناس دي اللي شارت كميات كبيره، اللي زي ما انت قلت 175% تقريبا من السنه اللي فاتت 173%. فانا هيحصل لها ايه؟ هتنزل تبيع. لا، اشتروا بالسعر ده. ما فيش حد باع من اللي اشترى بالسعر ده. عارف ليه؟ هو عارف ان الذهب ما دام حقق سعر وهو اشترى بيه حتى لو نزل هيرجع تاني يعلى عن السعر ده. فبيقول لك لا، انا كده كده ده استثمار واستثمار طويل الاجل. بدليل ان الناس اللي كانت تاني شاريه السنه اللي فاتت ب 2023 ب 900 جنيه النهارده مع نزول الذهب كسبان، هو محقق مكسب اكتر من 150% في السعر اللي اشتراه. يعني اللي اشتروا ب 2800 دول المفروض ان هم يكملوا شراء في الاسعار اللي موجوده دلوقتي، مع وحضرتك بتقول ان ما فيش حد منهم باع، كله كمل شراء. ثقافه المصري ان هو كمل شراء. انا بنصحه بقى ان هو بيعمل دلوقتي سله الاستثمار بتاعته. اشتريت ب 2900 واشتريت ب 2150، بقى متوسطهم مثلا 2400 2500 قريبا جدا تسمع مستويات ثاني عاليه وتجيب السعر اللي انت اشتريت بيه وكمان تحقق ربح جيد. حضرتك شايف مستقبل الاسعار هيكون ايه في حاله استمرار الطلب على الذهب بالشكل ده؟ هل هيكون في استقرار في الاسعار زي ما احنا، ولا سعر الذهب ممكن يزيد الفتره اللي جايه، ولا ممكن ايه اللي يحصل؟ حتى الان عاوز اقول لك، انت قلت الكلام ده في النصف الاولاني من شهر 2023 بالظبط. هقول ان الطلب دلوقتي اهدى كتير، يعني ابتداء من نص 6 كده لغايه النهارده اللي احنا بنتكلم في 8، بقى لنا شهر ونص تقريبا. تمام. الطلب هدأ على السبب. ليه سبب؟ الهدوء ده ليه سبب؟ اول حاجه ان كان في سيوله كتيره جدا في السوق منتصه في شراء، ناس كتير جدا اشتروا. بالظبط. تاني سبب ان دايما مع نزول اسعار الذهب بيحصل انخفاض في الطلب. معقولة مع بالظبط. انا لسه كنت اسال حضرتك ازاي؟ الموضوع عكسي، يعني لو بدا الصبح الذهب يزيد هتبص تلاقي الناس نازله تشتري طلب زياده على الشراء. هتقول لي ايه؟ هقول لك لان المستثمر قاعد يراقب، لسه بينزل اول ما يصبح ويبتدي يبتدي يقول لك الحق بقى عشان ايه؟ هكمل في الارتفاع عشان اجيب دلوقتي عشان اكسب. معنى ذلك ان احنا منتظرين ارتفاعات على نهايه العام؟ طبعا. حضرتك الذهب كان وصلت الأونصة ل 2070 دولار، النهارده بنتكلم في 1942، اتعلمنا في الشغلانه دي من 30 سنه ان الذهب ما دام جاب سعر ونزل عنه دي مرحله ثانيه ارباح وهدوء في السوق، هيرجع يجيب السعر اللي جابه اخر مره ويعديه. والله انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سامح بيه، استاذ سامح عبد الحكيم عضو شعبه الذهب، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك. شكرا يا فندم. شكرا بحضرتك. دي كانت تغطيتنا لحضراتكم عن تقرير مجلس الذهب العالمي عن مشتريات المصريين لهذا العام وكل التفاصيل المتعلقه بسوق الذهب في مصر. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء.